السلام عليكم اخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم هذا الطبسيل الرائع ان شاء الله بالطلعه ديال الغلمي ديال العيد الكبير. وقلت علاش اخواتاتي ما نشاركش معاكم ودرنا لها الطريقه ان شاء الله، نتمنى تعجبكم. غنبخروا في الكوكوط ونزوقوا بهذه الطريقة. أنتم أخواتي تابعوني بسم الله على بركة الله، تابعوني وتشوفوا المقادير وما تنسونيش أخواتي في اللايك وما تنسونيش في الجيعات ديالكم. شكرا كثيرا، بسم الله على بركة الله. بسم الله على بركة الله، اليوم أخواتي غنقدم لكم طلعة ديال الغلمي ديال العيد الكبير. أنا غادي نبخرها ونديكوريها بالخضرة إن شاء الله، نديرو شلاضة ديال الجردة، لحم مبخر نديكورو بالخضرة. عندنا خيزو نص كيلو خيزو غسلناه ونجرناه ودرنا مكعبات بحال هكا، سكينة البطاطا تا هي غسلناها ودرنا مكعبات بحال هكا، عندنا الخضرة الخضراء نجرتها شوية ودرناها صبيعات بحال هكا تجي زوينة. هنا خواتاتي كاين الخيار كيلو، كاين الخص، كاين المطيشات هي كيلو، أنا غندير بالكترة. وعندي اللوبيا درتها تسلق نص كيلو والباربا نص كيلو صبقتهم تيتسلقو. هادشي لي كاين خواتاتي، بسم الله على بركة الله. ندوزو باش نقادو هاد اللحم، غنحتاجو ليه الزبدة، واحد جوج عواش كبار ديال الزبدة باش غندهنوه، وهاد البصلة غير غنلوحها في الكوكوط. أنا غنبخر هاد اللحم في الكوكوط، هاد البصلة غير تعطيني واحد النسمة، فراعات ديال التومة تا هما هكاك غنديرهم غندغجهم غير بشي كاس. عندي اليازير، اليازير راه مزيان تيتواتى مع اللحم. عندنا شوية سكنجبير، شوية الخرقوم، البزار، شوية الخرقوم، الملح على حسب الذوق، الكامون حتى نبغيو نقدمو. بسم الله، هاهو اليازير غنديرو في الكوكو، هاد الفريعات ديال التومة غنخلط عليهم بالموس واللحم، كاس موس لي درتو. بسم الله، هاد الطريقة خواتاتي إلا جربتو مغتندموش عليها، تيجي رائع. قبل كنا نديرو في الكسكاس ونبخرو، هاد الطريقة راه زوينة، عجربو مغتندموش عليها. غنطيبوه بلا ما، غندوزو عليه بحال هكا شويه نبسطو وصافي، ماشي بشرط ندهنوه كامل. هاد الحمرا فيه الشحمه، انا بغيت بحال هكا فيه الشحمه باش يجي معلك. تبارك الله راه زين. عطيكم بزاف الطرق بحال هكا، بقيت اللي حكيت لكم هذه ديال الكوكوط، ولكن هذا اللحم الغلمي وبغيت ندير ليه هذه الطريقه حتى هي تجي زوينه. وغنصبق بحال هذا العظم، غنديرو من التحت هو الاول، هذا حتى هو عظم من هنايا نديرو بحال هكا. هذا الكوكوط راه ديال 12 يطرا، انا عندي لحم كثير، نتوما راه اختيار ليكم، كيلو نص كيلو اللي بغا يدير. الطريقه راه زوينه، غنسد عليه مده ساعه عاد نحل. هاد البصله غادي نلوحها بحال هكا تعطي النسمه، غنحيد هاد الشيء على جنب. هاد الخيزو غادي نبخرو كسكاس، واللي بغا يسلق يسلق. البطاطس هي كذلك غنبخرها، هاد القرعه هي غنبخرها، هاد الشيء اللي كاين اخواتي. هانتوما خواتاتي، انا غندير هاد الميكا وغادا نضوب ليها الميكا، راه الطريقة راه وريتها ليكم، واللي ما شافاش راه عاود يدخل ويشوف هاد الفيديوهات. غادا نخليها غير تسخن شوية ونقص عليها البوطا غير تدمع مدة ساعة، غيكون ان شاء الله طيب معانا. انا غادي نسد ونتلاقاو ان شاء الله. هانتوما خواتاتي، بعد ما دازت ساعة وعشرين دقيقة عاد حليت عليه، هو طاب. دابا غنديرو فهاد اللاطا غندخلو الفران يتكراط. شوفوا الماء راه درتو بلا ما، شوفوا تبارك الله الماء، انتم شوفوا تيبان ليكم شي حاجه اللي غزاله ان شاء الله، نتمنى يعجبكم. انا غندخلو الفران نتلاقاو ان شاء الله في التقديم. ها انتم خواتاتي، بعد ما دخلنا الفران شوفوا تبارك الله كيفاش
ما خدش الوقت بزاف، 10 دقائق كان محمر. نتمنىكم تجربوه ان شاء الله، ولا عجبكم ما تنساوش تردوا عليا الاخبار. غنتلاقاو ان شاء الله، انا غادي ندير ليه الديكور وتشوفوا كيفاش جا. هانتوما خواتاتي الخص بحالكم غنفرشوه. تعاون فيا واحد الاخت ديالي، غندور الطبسي بحالكم الخص وغنحطو اللحم الوسط. هانتوما خواتاتي غنديروه هكا بحال هكايا، عرام ديال الخيزو. هاد الخيزو درت ليه شويه الملح، شويه الابزار، والخل الابيض، والزيت. درتهم كلهم في واحد الجبانيه وطربتهم مزيان، وسقيت بهم خيزو، القرعه، والخيار، مطيشه، البطاطا، الباربا، وهذه صوطيتها في شويه الزبده والبزار والملح، تسلقتها وصوطيتها. اخواتي هانتوما شوفوا، باش تبان لكم الصوره واضحه، ركزوا معانا. غنديروا اللحم ندورو به الجرده ديال الخضره ان شاء الله. بالخاص البنات المبتدئات ان شاء الله يستافدوا من الطريقه، وبلادنا موجوده فيها الخضار، شي حاجه اللي صحيه ومفيده. اسكت اخويا اسكت. اللوبيا حتى ها القرعة، نديرو اللوبيا حتى ها القرعة. ندخلو دابا البابا. نخلو هنا الخبز، هاد الخبز نديرو فيه البابا، العويدات، درنا الزيتون وكاشير، واختيار ليكم، بغيتو واش ديرو مديروهش. انا درت مع قدامكم كلشي وصورته قدامكم باش البنات المبتدئات ان شاء الله توصلوا الفكره مزيان ويستافدوا ان شاء الله. نحاول اخواتي هذا الشيء باش نوريكم التقديم ديالنا كيفاش جا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم يا ربي. هذا هو الشكل ديالو، نتمنى من الله يعجبكم بالصحه والراحه، وبالسلام عليكم. ونتلاقاو صحباتي اخواتاتي في فيديو جديد ان شاء الله، ديم الجديد.